رئيس الوزراء يعلن الانتهاء من تخفيف الأحمال في أنحاء الجمهورية بعد تدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية. مجلس النواب يرد على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويعتبر أن بعض مقترحات النقابة تنطوي على شبهات عدم دستوريتها. نصر الله يعتبر هجمات اليومين الماضيين بمثابة إعلان حرب، وإسرائيل تعلن فرض واقع أمني جديد بسلسلة هجمات على أهداف الحزب الله في لبنان. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف أن تكون هناك تنمية لعدد من المناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف دخول الدولة في استثمارات كبيرة واجتذاب استثمارات أجنبية. ولفت مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدا أهمية احتضان الشركات الناشئة. على سياق نفس الموضوع الاستثمار، أثير موضوع راس بناس، وتقال هو مصر صحيح بتطرح منطقة راس بناس للاستثمار وحيبقى فيه توجه. اللي عايز أقوله لحضراتكم، مش راس بناس بس، احنا محددين من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، ودول إن شاء الله يعني بنستهدف أن يكون عندنا تنمية في هذه المناطق على غرار اللي اتعمل كمراكز كبيرة جدا تنموية زي الصفقة اللي اتعملت في راس الحكمة، أو إن احنا كان رؤيتنا إن يحصل فيهم تنمية متكاملة، وكل واحدة من الخمس مناطق دول هيبقى في قوام مدينة. فبالتالي احنا الحاجات دي كلها إن شاء الله هتطرح، لأن الهدف كله إن الدولة المصرية تدخل في شراكات كبيرة وتجتذب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جدا من ناحية السياحية والتنموية، وتبقى كل دي فرصة لجذب استثمارات وجذب فرص عمل وتخلق حراك كبير جدا في الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية، منهم بالتأكيد راس بناس دي واحدة من هذه المناطق. فأنا عايز بس أكد إن هي مش راس بناس بحدها، ولكن هناك العديد من المناطق الأخرى اللي رؤية التنموية إن في كل منطقة من دول يبقى تنمية عمرانية متكاملة فيها كل الأنشطة، يبقى فيه مطار، يبقى فيه ميناء، يبقى فيه مراين للسياحة الدولية. فهي تنمية متكاملة إن شاء الله بتحصل في هذه المناطق. الحقيقة أيضا يعني أصدرت قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ودي كانت يعني من آخر مجموعة كنت بعد التعديل التغيير الوزاري قلنا هنعمل مجموعات وزارية مهمة. موضوع ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة شيء مهم جدا جدا جدا، وإحنا إن شاء الله الفترة الجاية بنفعل هذا الموضوع. كما أكد مدبولي أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. إحنا كنا شغالين على تأمين كل احتياجات الدولة عشان ما نرجعش تاني نقطع كهرباء، وعشان كده النهاردة أنا واقف قدامكم عشان أقول لحضراتكم وأقول كل المصريين لن نقطع الكهرباء مرة أخرى، لن يعود انقطاع الكهرباء مرة أخرى. الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت دي كنا عمالين ندبر الشحنات مش عشان الصيف، ولكن عشان نؤمن الشحنات لضمان استمرار هذه الخدمة وعدم انقطاعها. أنا عايز بس أقول لحضراتكم عشان الناس ممكن ما تكونش متخيلة مدى العبء. حضراتكم تتذكروا لما وقفت قدام حضراتكم واحنا في الصيف وكان حصل يعني زيادة للانقطاعات، وقلت ان احنا هندبر بصورة مبدئية 1,180,000,000 دولار عشان نعدي بيهم الصيف. الرقم اللي احنا فعليا استخدمناه عشان نعدي فترة الصيف تجاوز 2.5 مليار دولار الدولة دبرتهم علشان نضمن ان ما نقطعش الكهرباء في الصيف.
كما قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن سرقة التيار الكهربائي ظاهرة منتشرة بشكل كبير، وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تنفذ حملات رقابية لضبط سرقة الكهرباء. بشكر حضرتك على الموضوع الخاص بظاهرة سرقة الكهرباء، وللأسف دي يعني أنا من غير تزويق للكلام، ظاهرة سلبية بقت منتشرة موجودة عندنا، وحضرتك إحنا بنتكلم على ملايين الحالات سنويا، وللأسف ده بيؤدي إلى أن جزء كبير من القدرات المولدة بتهدر على الدولة. أنا عايز أقول لحضراتكم يعني إحنا لو نصف هذه الحالات مش موجودة ما عندناش مشكلة في أي حاجة، ولا أن إحنا نحتاج لتدبير موارد إضافية للكهرباء ولا الكلام ده كله، لأن على الأقل هيبقى بناخد الموارد المالية اللي قصاد هذا الكلام ونقدر كدولة ندبره ونعمل به هذا الموضوع. فبالتالي هي ظاهرة سلبية ومحتاجين كمواطنين نعي. إذا كنت حضراتكم يعني بناخد بنفتكر إن الموضوع مصلحة شخصية مباشرة إن أنا ما بدفعش فاتورة الكهرباء، هي هتسمع معاك في حاجات تانية. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي المقرر انعقادها بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر القادم. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضري العالمي يعد المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع قضايا الحضرية في سبيل التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته 12 بالقاهرة. شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر 12 لرؤساء البرلمانات الإفريقية والمنعقد في مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا. وخلال كلمته في المؤتمر المنعقد تحت عنوان تعليم إفريقي يواكب القرن 21، أكد جبالي أن التحديات العالمية تفرض على القارة الإفريقية السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر قد سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الإفريقي، كما أشار إلى أنها خصصت منحاً للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات. أصدر مجلس النواب ردا على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأكد النواب أن رده استند إلى أحكام الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد، وروعي فيها أصول الصياغة التشريعية وقواعد راسخة في علم القانون. وشدد مجلس النواب على ضرورة قراءة مواد الدستور وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره وحدة واحدة يكمل بعضه بعضا، وطلب بضرورة الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وعدم إفلات الجناة وبين ضمان حقوق وحريات الأفراد دون أن يتغول أحدهما على الآخر. كما أكد المجلس أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة 189 من الدستور، وفكرة التشكيك في عمل النيابة العامة وضرورة وجود رقابة قضائية عليها تمثل إخلالا بأحكام الدستور. كما أكد مجلس النواب أن بعض مقترحات نقابة الصحفيين تنطوي على شبهات عدم دستوريتها، وبعضها يمثل مساسا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه. We'll be right back.
نجحت عناصر من القوات البحرية في إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها 45 فردا على مسافة 96 ميلا بحريا من السلوم، حيث قامت عناصر القوات البحرية بتقديم الدعم والإغاثة للمركب بعد تلقيهم بلاغ استغاثة، كما تم تسليم من على متن السفينة وجميعهم مصريو الجنسية إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات البحرية في أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر أوامره بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لنجاح المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. وقامت هيئة الإمداد والتموين بتجهيز وتعبئة 150 ألف حصة غذائية تضم مختلف السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع بكل المحافظات. كما تشارك إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ضمن المبادرة بإجراء أكثر من 220 عملية جراحية طبقا للتنسيق مع وزارة الصحة بمختلف المجمعات الطبية والمستشفيات العسكرية للقضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى دعم المبادرة ب50 عربة إسعاف موزعة على مختلف المحافظات. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوزيع الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بمختلف مديريات الأمن بمناسبة العام الدراسي الجديد. في كل شبر في مصر تلقى واحد من فرحانة إن الهدية من الريس، وفرحانة إن هو فاكرنا في كل حاجة. يا بلادي يا بلادي تعيشي يا بلادي. كنت محتاجة جدا عشان مثلا أكتب واجبي وأبص في الكتاب زي زمايلي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن لدعم قاطين المناطق الأولى بالرعاية بكافة المحافظات من خلال توزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها على قاطين تلك المناطق بمناسبة العام الدراسي الجديد، انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. لك يا ريس عشان انت كل سنه بتفتكرنا بتجيب لنا شنط الفيوم. فتحت الشنطه لقيت فيها ادوات المدرسه كلها، وشكرا لك يا ريس، شكرا لك. كلنا بنحب الريس، وتحيا مصر، تحيا مصر. بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو جه وفرحنا هنا في الشرقيه، وجاب لنا شنط الاولاد وفرح الاولاد. انا فرحانه ان الظباط جم ليا ووزع علينا شنط المدرسه. ربنا يخلي الريس وفاكرنا وفاكر الغلابه، وتحيا مصر. شكرا سياده الريس، تحيا مصر، تحيا مصر. في كل شبر في مصر تلقى واحد مننا يسهر عشاننا. شكرا يا سياده الريس، تحيا مصر، تحيا مصر. وضحايا
بشكرك يا ريس، وربنا يخليك لينا ودايما بتبعتنا ومضر مش ناسينا يا ريس. إشادة كبيرة من الأهالي بهذه القوافل الإنسانية التي تدعمهم بها وزارة الداخلية، وتقدير لدور الوزارة في الاستمرار في دعمهم ومساندتهم على مدار العام، بخاصة في المناسبات التي تزداد فيها الأعباء على الأسر المصرية. شكرا شكرا اسمنا شكرا يا شكرا يا لبيا مهتم بينا. متشكرين يا ريس على اللي انت جبتها لنا وفكرنا وفكر العيال الصغيره، واحنا متشكرين قوي على الدور اللي عملتولنا. بحب الرئيس جدا لانه بيفتكرنا كل سنه وبيجيب لنا في الغربيه شنط جميله للمدرسه، وبنروح بقى المدرسه ويكون فيها موجود كل الادوات المدرسيه، وانا بحب الرئيس جدا جدا جدا. شكرا يا رئيس، ما نتحرمش منك ان انت جبت لنا شنط لعيالنا وفاكرنا وقدرتنا وجيتوا لحد عندنا. يتواصل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية في دعمها للمواطنين بكافة المحافظات، حيث تحرص الاستراتيجية الأمنية على إعلاء القيم الإنسانية والاجتماعية وبناء جسور من التواصل والتفاعل مع المجتمع. الرئيس دايما فكرنا مش ناسينا ودايما معانا وعلى طول بيجيب لنا حاجات حلوة. استهل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن بلقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونغرس، حيث التقى بكل من السيناتور الديمقراطي بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائبة الديمقراطية كاثرين كلارك محافظ الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، والسيناتور الجمهورية سوزان كولينز زعيمة الأقلية بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ. وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، حيث أكد على خصوصية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، كما تناولت المباحثات التطورات غير المسبوقة بالشرق الأوسط والمناطق الحدودية مع مصر، وعلى رأسها العدوان على قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة. أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه تعرض لضربة كبيرة أمنية وإنسانية غير مسبوقة بتاريخ لبنان، واعتبر نصر الله أن ما حدث من هجوم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بأنه بمثابة إعلان حرب، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال من خلال تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية قد تجاوزت كل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء. وشدد الأمين العام لحزب الله أن تلك الضربة رغم ضراوتها لن تسقط عناصر حزبه ولا مشروعه، منوها إلى أنه شكل لجنة تحقيق داخلية حول أجهزة الاتصال من المنتج إلى لحظة التفجير للوقوف على ما حدث هذا، وقامت قوات الاحتلال بالتحليق بمقاتلاتها على ارتفاع منخفض فوق بيروت مرتين أثناء خطاب نصر الله.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة هجمات على أهداف لحزب الله في لبنان، وأوضح جيش الاحتلال أن رئيس الأركان هيرتسي هيلفي قد صادق على الخطط العسكرية للجبهة الشمالية مع لبنان، مشيرا إلى أنه يهاجم أهدافا لحزب الله بهدف خلق واقع أمني جديد. هذا وأفادت مصادر صحفية إسرائيلية أن هدف حكومة نتنياهو من عملياتها في لبنان هو إعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم. هذا وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت بتكبيد حزب الله أثمانا باهظة، منوها إلى أن المرحلة الجديدة من القتال تتضمن مخاطر كبيرة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 9 آخرين قرب تلحاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان. وقال حزب الله اللبناني إن مقاتلي استهدفوا نقطة موضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج، وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى الإسرائيليين. في الأثناء دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والفرنسي ستيفان سيجورني من باريس جميع الأطراف إلى التهدئة في الشرق الأوسط. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد بلينكين أنه لا يريد أن يرى أي إجراءات تصعيدية من أي طرف في المنطقة من شأنها أن تجعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكثر صعوبة، معربا عن اعتقاده بأن وقف إطلاق النار ما يزال ممكنا وضروريا، ومؤكدا أن واشنطن باريس متوافقتان في الدعوة إلى ضبط النفس فيما يتعلق بالشرق الأوسط ولبنان على وجه الخصوص. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده نقلت رسائل إلى قادة لبنان بضرورة العمل على خفض التصعيد. أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات إلى 37 قتيلا وألاف الجرحى. وخلال مؤتمر صحفي أشاد وزير الصحة اللبناني بحملة التضامن مع الدول العربية مع لبنان، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي والتمريضي عمل على أكمل وجه خلال الاعتداءات الأخيرة. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة جلسة طارئة لمناقشة انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان. وأوضح مصدر دبلوماسي أن الجلسة تنعقد بطلب من الجزائر نيابة عن الدول العربية، وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد طالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد واتخاذ موقف حازم لوقف الحرب التكنولوجية التي تشنها إسرائيل على بلاده. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة معكم وتتابعون فيها. مصر ترحب بالقرار الأممي بشأن فلسطين وتدعو لتضافر الجهود لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. يا
رحبت مصر بقرار الأمم المتحدة حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. واعتبرت الخارجية أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا هو انعكاس للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وكافة ظاهره غير القانونية، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وتفعيل حل الدولتين. دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لسرعة تنفيذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. وطلبت الوزارة في بيان صادر عنها بالشروع الفوري في تنفيذ القرار بما يضمن إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق السلام وأمن واستقرار المنطقة والعالم. هذا وأدانت الخارجية الفلسطينية حملة الاستيلاء واسعة النطاق التي تواصلها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة. ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل تعد مقترحا جديدا ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع المحتجزين دفعة واحدة. ووفقا للإذاعة الإسرائيلية فإن المقترح الإسرائيلي يقضي في المقابل بالموافقة على خروج زعيم حركة حماس يحيى السنوار وآخرين من غزة عبر ممر آمن. كما ينص المقترح الإسرائيلي أيضا على إنهاء الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. في الأثناء تظاهر العشرات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين بتل أبيب للمطالبة بإقرار عرض الصفقة المطروح على طاولة التفاوض. وطلبت العائلات بتوقيع صفقة تبادل وعدم المضي نحو حرب شاملة. وتتهم عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل لصفقة مع حركة حماس. وعلى الصعيد الميداني استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فضلا عن استشهاد 5 آخرين إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة عزام في جبلية البلد شمالا. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال جراء إلقاء طائرات الاحتلال من نوع كواد كابتر قنبلة في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع. وقع وزراء التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية بروتوكول تعاون مشترك. يهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر. هيبقى الأول مرة في يعني تضامن وتنمية محلية وتعليم مع المجتمع المدني بيشتغلوا على قضية واحدة، وبإذن الله ننتشر في كل محافظات مصر بأعداد كبيرة. احنا محتاجين ان تصل نسبة الحضانات ورياض الاطفال ل 30% على الاقل في مصر كلها عشان نضمن ان الطفل من سن زيرو من اول ما يتولد لغاية ما يصل الى السن الدراسية يبقى عنده كافة التأهيل وكافة المعلومات ويبقى متحضر لتعليم، وبيحصل ان في هذه السن اللي هي السنوات الذهبية بنقول ان
أول ما يتعلم أو ياخد السنوات دي أفضل، بيبقى استكماله في التعليم الدراسي الممنهج أفضل بكتير. قدرنا في الفترة القصيرة دي نحن نفرش الأماكن دي كلها ونبقى مستعدين في أول الدراسة إن احنا نستقبل الأطفال. الكرة الأكثر احتياجا اللي احنا بنشتغل فيها دي يمكن من الكرة المحتاجة واللي يمكن المدارس اللي فيها كثافة عالية جدا وما فيهاش كجهات، فاحنا في الأماكن اللي اخترناها اللي تتبع التضامن الاجتماعي هيكون في كجهات للأطفال، وده بيبقى تبع دراسات اللي موجودة في التربية والتعليم إنه مهم جدا للطفل في المرحلة الأولانية إنه يبدأ تعليم أو يبدأ إن هو يتعامل مع وزارة التربية والتعليم من سن 4 سنين. بروتوكول النهاردة الحقيقة بيعكس شراكة حقيقية ما بين الدولة بوزارتها الثلاث، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية المحلية، مع المجتمع المدني ممثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذه العلاقة اللي أرساها السيد الرئيس عندما أعلن عام 2022 إنه عام منظمات المجتمع المدني. هو بيؤمن بعمل المنظمات المجتمع المدني، وبيؤمن أيضا بهذه الشراكة في التوحيد الجهود التنموية اللي الدولة بتقوم بها. أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تولي اهتماما كبيرا بالأسرة عبر برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة. وخلال حضوره تدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، أكد محافظ الإسكندرية أن المبادرات الرئاسية تعد دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء المواطن صحيا واجتماعيا وتعليميا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الجهاز على المشاركة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بتوفير كافة أوجه سبل الدعم المتاحة للنهوض بقطاع المشروعات ولما له من دور مؤثر في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد رحمي أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للعمل على توفير فرص تصدير جيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة في أفريقيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال خلق جيل جديد من رجال الأعمال قادر على توفير منتج جيد يلاقي إقبالا من المستهلك بالأسواق العالمية. بدأت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان أولى فعالياتها الميدانية بتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر في 21 سبتمبر الجاري. تضمنت الفعاليات الميدانية تنفيذ أنشطة تحفيزية على مستوى محافظات الجمهورية مع توزيع مستلزمات المدارس، وذلك في إطار تنفيذ أحد محاور المبادرة الرئاسية وهو تطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل وصول مستلزمات المدارس لمستحقيها من الطلاب. في شتى أنحاء الجمهورية انطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. المبادرة الرئاسية تصل لجميع محافظات الجمهورية لتنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر، وستستمر فعاليات المبادرة لمدة 100 يوم. بداية جديدة بتهتم بالمواطن المصري من ولادته الى لكبره بكل مراحل العمريه بتاعته، شغالين على الاطفال، شغالين على المدارس، شغالين على الشباب والرياضه، شغالين على الصحه، شغالين على التشغيل، شغالين على كل القطاعات وكل الفعاليات. المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية عن طريق تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الخدمية بجميع المحافظات. احنا هنا في بورسعيد الحمد لله جميع الخدمات متواجده كما انتم شايفين، وان شاء الله هيكون في يعني تقديم خدمه متميزه في الفتره القادمه ان شاء الله. مبادره بدايه مبادره كعاده فخامه السيد الرئيس يطلقها
بناء وتطوير المواطن المصري والتنمية البشرية بمفهومها العام من الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وأيضا مشروعات التنمية داخل هذه المبادرة. المواطنون من جانبهم أشادوا بالمبادرة الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول تنمية الإنسان وتقديم الخدمات لهم كافة. بنقول له إن شاء الله ربنا يوفقك بإذن الله في اللي جاي، وإحنا بنتوسم خير بإذن الله في الأيام اللي جاية، وبنقول حضرتك سر وإحنا وراك، وإن شاء الله مصر عمرها ما تقع بإذن الله طول ما فيها ناس بتخاف على أهلها وعلى شعبها. المبادرة الرئاسية تهتم كذلك بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية. في ضوء ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات محافظة أسوان، فقد وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم حجز 63 شخصا في المستشفيات وإعطائهم العلاج المناسب، مشيرة إلى خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية. وأكدت الصحة عدم وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات، حيث إن أغلبية الحالات من منطقتي أبو الريش بحري ودراو، ولكل منهما محطة مياه منفصلة. كما أكدت الصحة أن العينات التي تم فحصها للمياه أثبتت مطابقتها للمواصفات القياسية. هذا ويواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال أجهزة الوزارة المعنية، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار دعم الدولة لشركات الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض وبأسعار مناسبة. وخلال اجتماع عقده مع رؤساء مجلس إدارة الشركات التابعة لمجموعة فارما جروب، أكد وزير الصحة أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. ورجاء رمزي، أهلا بك رجاء. أهلا بك سحر، أهلا بك دينا. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه النافذة الاقتصادية من أخبار التاسعة. أعلنت وزارة المالية اتخاذ الوزارة للإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة. تشمل الإجراءات استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئة الاقتصادية. على هامش مؤتمر غاز تك في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي جلسة مباحثات مع ماج أونيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وود سايد إنرجي الأسترالية. شهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة التي طرحها قطاع البترول في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك للاستكشاف والإنتاج والتي يمكن للشركة بحث استغلالها. كما
كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي جلسة مباحثات مع الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة IBR العالمية للطاقة سام دابس، حيث تم بحث موقف أعمال وأنشطة الشركة بمناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الغربية وخليج السويس وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز. وخلال اللقاء أشار بدوي إلى حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة التي تستهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي. احتفلت البورصة ببدء تداول أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالسوق الرئيسية لتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، كما نجحت إدارة البورصة في جذب شركات جديدة للقيد وذلك منذ بداية العام. تنفيذاً لبرنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، احتفلت البورصة المصرية ببدء تداول أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالسوق الرئيسي لتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول. احنا الحمد لله بفضل الله مغطيين المحافظات كلها وجميع الجهات اللي ممكن تكون محتاجين المنتجات. اشتغلنا على نفسنا ان احنا نجيب منتجات محلية اكتر ويبقى عندنا موردين اكتر ومنتجات عالمية. الحمد لله وصلنا دلوقتي لرأس مال 135 مليون، وان شاء الله برضو احنا في خلال الفترة الجاية بنفكر في توسعات كتير جدا للشركة. بنسوق لبعض المصانع المنتجة للأسمدة في الجمهورية، و شغالين إن شاء الله الفترة القادمة عندنا توسع في مجال البذور والتقاوي، ومستهدفين إن شاء الله إن احنا نقتحم منطقة تشكة. نجحت إدارة البورصة المصرية في جذب شركات جديدة للقيد منذ بداية العام، كما انتقل عدد من الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة. هو بورصة النيل الدولة استحدثتها علشان تدي فرصة للشركات الصغيرة تقدر تسجل نفسها، وعشان الدولة تشجعها على كده فقللت الشروط والأوضاع بتاعتها بحيث قللت لها المصاريف ومصاريف التسجيل والخدمات بحيث أنها تستطيع أن هي تسجل. برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملاتها بنهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، ربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.92 من ألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة بلغت 1.96% مغلقا عند مستوى 30937 نقطة، كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.43% مغلقا عند مستوى 7100 نقطة، فيما صعد أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.82% مغلقا عند مستوى 10169 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث سجلت أسعار النفط أيضا ارتفاعا بعد قرار البنك المركزي بالخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن المخاوف بشأن الطلب العالمي
حدت من المكاسب على صعيد التداولات. ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 0.5% مسجلة تقريبا 74 دولار للبرميل، فيما صعدت خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 0.3% مسجلة 71 دولار 15 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.22% مسجلة دولارين 2.10 سنتات للتر، فيما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.81% مسجلة دولارين 2.32 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصيني أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا في صافي تسويات النقد الأجنبي بقيمة بلغت 8.7 مليار يوان حوالي 1.23 مليار دولار الأمريكي، وذلك في أغسطس الماضي. وأوضحت الهيئة أنه في أغسطس الماضي أيضا واصلت التجارة الخارجية الصينية اتجاهها نحو الصعود، حيث زاد صافي تدفق الأموال عبر تجارة السلع بنسبة بلغت 11% على أساس شهري، بينما استمر نمو صافي رأس المال المتدفق إلى سوق السندات المحلية في الصين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحافظ سوق النقد الأجنبي في الصين على عمليات مستقرة مدعوما بالانتعاش الاقتصادي السليم للبلاد وأيضا المرونة السوقية المتزايدة. مشاهدينا نهاية أخبارنا الاقتصادية، عودة مجددا إلى دينا وسحر، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي. تفقد محافظ الجيزة عادل النجار مدينة الواحات البحرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتقديم كل الخدمات لهذه المدينة. شملت زيارة جولة لمصنع ومنجم الحديد والصلب، وهو أكبر مناجم خام الحديد في مصر، بالإضافة إلى تفقد أحد مراكز الرعاية الصحية وافتتاح المعهد الديني بقرية الحارة في المدينة. زيارة هي الأولى لمحافظ الجيزة لمدينة الواحات البحرية عقب توليه المهمة الجديدة التي تأتي في إطار اهتمام الدولة بتقديم كل الخدمات لهذه المدينة. وشملت الزيارة تفقد مصنع ومنجم الحديد والصلب، وهو أكبر مناجم الحديد في مصر، بالإضافة لتفقد أحد مراكز الرعاية الصحية وافتتاح المعهد الديني بقرية الحارة والوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد بإحدى المدارس بالقرية. مقررين إن احنا لازم نزور الواحات البحرية، والجولة دي منظم ليها يومين إن شاء الله النهاردة وبكرة، إن يوم واحد ما ينفعش أبدا إن احنا نخلص فيها كل الجولات. بدأنا النهاردة من الصباح الباكر، وصلنا تابعنا الجولات، بصينا على القرى والقرى التابعة. لأول مرة في مدينة الواحات البحرية يتم الانتهاء من جاهزية تسليم 50 منزلا ريفيا لأهل الواحات على مساحة 150 مترا مربعا للمنزل الواحد، وتم تنفيذه من قبل جهاز التعمير بالوادي الجديد، بالإضافة لشبكة الطرق الداخلية التي تم الانتهاء منها، ويتم العمل حاليا على تجهيز المزيد من هذه الطرق، بالإضافة لأهمية الزيارة سياحيا وأثريا. منطقة الواحات تابعة لجهاز تعمير الوادي الجديد، عندنا منطقة تنفيذ هنا موجودة في منطقة الواحات، شغالين في جميع أعمال المشروعات بالوادي. المنطقة اللي احنا واقفين فيها دي منطقة البيوت البدوية، احنا منفذين في المنطقة دي مساحة الأرض حوالي 5 فدادين، منفذين فيها 50 بيت بدوي. الأهالي مبسوطين جدا، الخمسين بيت النهاردة دول الناس بتطلب إنهم يزيدوا أكتر من كده. تم زيارة الوحدات الصحية في الواحات في بعض المراكز، لفينا على بعض المدارس، افتتحنا برضو معهد أزهري. الزيارة النهاردة بالنسبة لنا يعني بيبقى حلم، وزيارة محافظ الجيزة للواحات بننتظرها من أعوام لأعوام، لأن بالنسبة لنا بتبقى مستقبل لأمال كتير ومطالب لأهل الواحات البحرية. زيارة محافظ الجيزة شملت تفقد عدد من مصانع إنتاج وتبريد التمور، حيث تعد الواحات البحرية من أكبر المناطق المنتجة والمصدرة للتمور، بالإضافة للوقوف على الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا التي تقدمها كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى الأهالي.
والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعود فيها إلى رجائي رمزي مرة أخرى. عليك رجائي. شكرا دينا، شكرا سحر. مشاهدين أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه النافذة الرياضية من أخبار التاسعة. أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونادي الشرطة الكيني في إياب دور الاثنين والثلاثين لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها غدا الجمعة عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي. في نفس الوقت سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل، القميص الأصفر، الشورت الأصفر، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي. يستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في 8 مساء غد الجمعة، وذلك في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل، أعلنت عن موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز للرجال ألف والمقرر لها 24 من أكتوبر المقبل، على أن تنطلق منافسات بطولة السيدات يوم 3 من شهر أكتوبر القادم. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الرياضية، عودة مجددا إلى دينا وسحر، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير جميل راتب الذي رحل عن عالمنا في عام 2018 عن عمر ناهز 92 عاما. وقدم النجم الراحل خلال مسيرته الفنية المميزة نحو 67 فيلما، وشارك في بعض الأعمال الأجنبية بالإنجليزية والفرنسية، ومن أبرزها فيلم لورنس العرب. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مرة أخرى رجاء رمز. شكرا لكما. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الإرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد، رطب على السواحل الشمالية. أما ليلا سيكون الطقس مائل للحرارة، رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة، رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 39، الصغرى فيها 25 جو حار، الأسكندرية 32-22، مطروح 32-24، بورسعيد 32-23، الإسماعيلية 39-23، أما محافظة السويس العظمى فيها 39، الصغرى فيها 24، العريش 33 هي العظمى، أما الصغرى 23، طابة 33، 26 شرم الشيخ 40-28، الغردقة 40-28، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 43، الصغرى فيها 27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 42-28، حلايب 37-28، أما شلاتين 41 هي العظمى والصغرى 27. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. وبأخبار الطقس وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، وهذا بقى تذكير بالعناوين.
رئيس الوزراء يعلن الانتهاء من تخفيف الأحمال في أنحاء الجمهورية بعد تدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية. مجلس النواب يرد على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويعتبر أن بعض مقترحات النقابة تنطوي على شبهات عدم دستوريتها. نصر الله يعتبر هجمات اليومين الماضيين بمثابة إعلان حرب، وإسرائيل تعلن فرض وقع أمني جديد بسلسلة هجمات على أهداف لحزب الله في لبنان. وصلنا معكم إلى ختام نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، شكرا لكم وإلى اللقاء.